2011. السيدة العاملة المحترمة هي التي تسلم رخصة مقهى ورخصة مطعم، وهي التي تسحب هذه الرخص، وهي التي تتخذ قرارات الهد. تصوروا ما يحدث، وهذا تطاول على المجالس المنتخبة، تطاول على اختصاصات الأحزاب السياسية. ومن هذا اللقاء نستنكر كل تدخلات فيما يخص المنتخبين، لأنهم يمثلون إرادة الشعب المغربي. ولهذا وأنا أرى شعار الباشا ارحل، الباشا يقوم بالتعليمات وينفذها، لأنه موظف صغير. من يجب أن يرحل هو من أعطى التعليمات للباشا، والباشا الذي أعطى التعليمات للقائد، والقائد يعطي التعليمات للموظفين، هو من يجب أن يرحل، المسؤول الأول على عمالة المحمدية. لأننا لا نقبل الضغط على المواطنين. والمغرب كان دائما ولا زال منذ 80 سنة إلى اليوم دائما هو صاحب ثورة الملك الشهب. والملك